هو أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. عندنا النهارده سفره فيها حاجات حلوه قوي وشهيه جدا 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 واميره حسن منوره اهلا وسهلا اهلا بيك حر جدا انما طراوه هي من ساعه ما دخلت الشارع وهي مسخسخه روحها بالضحك مش فاهمه الصيام نازل عليها بضحك منوره ربنا يخليك اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بيها معانا خشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك اربعه شارع شريف كمان ممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام شريف مدكور تي في. تعالوا بقى نشوف اميره المسخسخه النهارده وجايه لابسه الحته الروز فانا رحت لابس روز انا كمان عامله لنا ايه ازاي؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله حلو؟ الحمد لله تمام؟ الحمد لله ايه بقى؟ اول حاجه انا لابسه النهارده بقى من ايه؟ من اتليبي كوين في اسكندريه مدام وفاء الشامي بشكرها والعبايه شكلها حلو والوانها تحفه ومبهجه صناعه مصريه جدا دي اهم حاجه واسكندرانيه دول شاطرين جدا. طب عايزه اقول لك على حاجه بتاخد مقاساتي ما شفتهاش ولا اعرف شكلها بتاخد مقاساتي وبتشتغل لي على الحاجه من غير ما اشوفها وبتبعتها لي بتطلع مظبوطه جدا برافو عليك نشكرها. النهارده بقى السفره انا هشاور تقولي لي فيها ايه. اوكي اول حاجه انا بحبها قصدي ايه ده زلابيا عاجبني قوي كاسه الزلابيا دي لطيفه قوي يا اولاد حلوه جدا هنعملها سهله قوي. وده ايه ورقة لحمة بالخضار بس مش ورقة لحمة بيبقى فيها حتت لحمة كباب حلة انا بحب كده بتستوي اسرع وبيبقى طعمها احلى يعني انا بحسها كده بتستوي اسرع معاها هنا الرز النهارده رز بشعرية طبعا وسلطة خضراء وعاملين مهلبية قمر الدين مهلبية قمر بموت فيها وعصير دوم وعصير دوم وطبق سلطة بلدي طبق سلطة بلدي بقى كده وجبة مع الباذنجان عايزة تبتدي بيها ورقة اللحمة ورقة اللحمة يلا يا جهري ورقة اللحمة يا جهري اول حاجه عندي كيلو لحم شرايح 2 تمر البطاطس حلقات سميكه تمر الجزر حلقات سميكه فلفل الوان بصله ارباع تمر الطماطم ارباع 3 فص ثوم شرايح معلقه كبيره روزماري معلقه صغيره بابريكا معلقه كبيره صلصه طماطم معلقه كبيره زبده وزيت وملح وفلفل. اوكي سفره شهيه فعلا عجباني النهارده الاكل عجبني الرز عمال يقع الحقي خلاص بقى مش مشكله هناكله حتى لو وقع هنتاكل. اول حاجه عندي انا مسخنه هنا الوك بتاعتي احط فيها اسمها طاسه كبيره او طاسه عميقه طاسه غويطه احط فيها شويه زيت واحط فيها الزبده وهبدا بقى اشوح الخضار. اول حاجه عندي البصل الزيت والزبده مع بعض بيدوا طعم غني جدا للورقه وبيبقى طعم الزبده بيخليها كده طبعا زمان احنا ما كناش بنعملها في الورق ده كان بتعمل ورق اللحمه اللي هو البني ده او الاخضر اللي كان بيتباع الجزار كان بيحط فيه اللحمه انا طبعا ما حضرتش الحاجات دي بس انا عارفه يعني هي معلومه واحط شويه ملح وفلفل لا ما حضرتش والله ما حضرتش دي من 20 30 سنه ما انا اصلا من 20 30 سنه ما كنتش لسه هنا كنت في السعوديه وفي السعوديه ما كانش فيه الجزارين ما بيبيعوش اللحمه كده فانا على بال ما جيت هنا كان ما بقاش موجوده. البصل والجزر بيتقطعوا كده حلقات سميكه عشان تبقى ملامحها واضحه في الاخر ما تبقاش مهريه خالص واحط كمان ثوم شرايح واحط فلفل الوان والروزماري لا فلفل الوان الاول. تشويحه الخضار بقى دي بتدي طعم حلو جدا للورقه انا سايباها فيها عشان ما تسودش تشويحه الخضار دي في الاول بتدي طعم حلو قوي
للخضار بدل ما تبقى لما لو حطيناها زي ما هي بتبقى كانها نايف ني كده، بحس ان التشويحه دي بتخلي طعمها غني جدا. عندي هنا روزماري وعندي كمان رشه بابريكا، نحطهم دلوقتي وهنقلب برضو. العود ده هنحطه على وش الورقه في الاخر. ماشي، هقلب كده. ورقه اللحمه دي من الحاجات العظيمه. اه هي بس انا بحبها بكباب الحله، اول مره اشوفها ببوفتيك. جربها تعجبك اكتر. ماشي خلاص، خليك كده التشويحه بتاعتها. هجيب بقى الصينيه بتاعتي. بصي خليكي كله هناك، حط على البوتاجاز. لا طب تعالي، مش عايز بس اجنن جوهري. هقول لك هتعملي ايه هنا اهو. ماشي، ممكن تعملوها رقات. انا هنا عامله رق خضار، بعد كده رق بطاطس، بعد كده رق لحمه. انما انا ما تفيش البوتاجاز لسه عايزاه والله. اه هنا هنحطها كلها على بعضها كده، بس انتوا بقى في البيت اعملوها بقى ايه رقات، هتطلع طعمها احلى وهتوزع طعم النكهه بتاعت الخضار على الورقه كلها. ما هو يا بنتي ما انا عايزه الزبده والزيت. اه ماشي، في وجهه نظر في الموضوع. ماشي سي 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 سي. لا ما بحبش كده، اصبري. ماشي صبرت. وريني كده، هوزع كده الخضار. سيبيها سيبيها يا حاج، خايفه تقع. وزعت الخضار كده في الصينيه بتاعتي، وهجيب البطاطس. شكلك على البوتاجاز وكل ده يدل على البوتاجاز. ماشي، حافظوا على نظافه اشياءكم. انا عندي بعمل كده على فكره، انا اولادي بيقعدوا يقولوا هما هناك بتعملي هنا وهنا لا ليه؟ عشان الوقت. عشان الوقت. ماشي، هنحط ايه هنا بقى؟ هحط بقى اللحمه دلوقتي عشان تتشوح. ممكن انت تعملها. وانا هنا هوزع هناك البطاطس. هوزع البطاطس كده على الخضار اللي احنا حطيناها. البطاطس دي نيه؟ نيه ومش هينفع تتشوح، لو اتشوحت هتتهري. وانا عايزاها تطلع. واللحمه بنشوحها في نفس الزيت والزبده وطعم الروزماري والثوم والبصل وكل البهارات والخضار اللي احنا شوحناه. هحط بس رشه ملح وفلفل على الخضار، ما تحطش كتير عشان ما نبردش الطاسه. يعني كل ما هنزود لحمه في الطاسه هتلاقوا درجه حرارتها قلت. هحط ملح وفلفل على البطاطس. احنا ملحنا الخضار بس لسه ما ملحناش البطاطس. انت عايزاها بس تقفل بس المسام بتاعتها ولونها يغير. وهحط كمان طماطم متقطعه احجام كبيره كده. والله؟ اه بتبقى. مفيش فلفل حراق؟ انا حاطه هناك فلفل حراق، هنا ما جبتش فلفل حراق لانه اختياري. اختياري فلفل حراق حراق، ممكن تحطوا فيها فلفل حراق لو انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي. يعني دي كلها اختيارات. طب تيجي بقى ارص لك اللحمه؟ اه رصي لي اللحمه. وده ايه؟ ده بعد ما نشيل اللحمه هنشوحه في الزيت والزبده وهنسقي بيه بقى الورقه كلها. على بال ما انت ترص اللحمه اكون انا شايف دول. واو، باللحمه بقى الشرايح. احنا الخضار شوحناه بس والبطاطس نيه، فلما تبقى اللحمه شرايح هي كده كده بتتعمل باللحمه القطعه انا عارفه، بس انا لما بعملها باللحمه الشرايح بحسها بتستوي، بتبقى نفس سوى الخضار وبتتهري كمان اللحمه وتبقى طريه جدا. لو هنعملها باللحمه المكعبات ممكن نسلقها نص سلقه قبل ما نعمل كل اللي احنا بنعمله ده، ونكمل بنفس الخطوات عادي. بس قليل اللحمه المكعبات تبقى مسلوقه برده كويس. احط دي فوق هنا؟ اه نحطها في النص هنا كده لسه. ماشي اوكي، سيبيني اعمل بمزاج الاكله بقى دي. ماشي تمام تمام تمام. جعان النهارده، انا بحب الاكله دي قوي، وبتبقى مع رز الشعريه حلوه برده. ممكن الرز ابيض مفلفل عادي بتبقى حلوه برده. انا اي حاجه فيها بطاطس ما كنتش معاها رز. عشان نشويات يعني. تاكلها بايه بس كده؟ من غير ولا عيش ولا حاجه؟ ممكن عيش لو في حاجه تتغمس هيبقى. هي الاكله دي بتقبل اي نوع خضار، يعني ممكن احنا اي نوع خضار بنحبه نحطه فيها. ممكن نحط بسله، ممكن نحط فاصوليا خضراء، باميه. ممكن نحط باميه، ممكن نحط باميه، ممكن نحط. انا كنت اوقات بعملها بالبروكلي بتبقى حلوه برده. لا بروكلي لا، اشمعنى الباميه؟ مش عارفه ما بحبش البروكلي بصراحه مع انه مغذي جدا. طيب هنحط بقى هنا الصلصه، ممكن تطفي النار فيها خالص. اهو الصلصه بتاعتنا، الصلصه هنشوحها كده في الزبده والزيت بتوعنا تقريبا كده سريعه، ونحط شويه ملح وفلفل عشان احنا ما ملحناش اللحمه. مغيرين على ايه؟ على الصلصه. والله مش كتير مش كتير عشان احنا ملحين الخضار كلها. ومعلقتين بس ميه، معلقتين اتنين ميه عشان لسه الخضار ده كله اللي عندي هينزل كميه ميه مش هتتخيلوا قد ايه. يعني هتنزل هي الصوص بتاعها كله وهيسوي كل الخضار اللي احنا عاملينه. حلو الاختراع ده اللي احنا حاطينه في المقدار. ماشي خلاص كده. اه هنوزعها بقى كده على الورقه كلها. بس كنت عايز اكتر من كده. لا
ممكن لو بصينا في هناك هتشوف كميه الميه اللي نازله من الخضار. الخضار كله اللي احنا حاطينه كل انواع الخضار اللي احنا حاطينها بتنزل ميه، فيها نسبه ميه كتير، خصوصا كمان الفلفل الالوان. هحركها كده اتاكد زي بقى انا اللي اقفلها. ماشي مقطع الورق ايه ده النهارده عشان لسه في فويل هيجي عليه. مش تقطعيه بالمقص؟ ازاي نطلع كده اهو؟ ازاي ما هنطلع اهو مقص ومسطره. اه على فكره وبرجل على فكره في بيبقى في بحر. في رمضان جيب الخيل. لا استنى بقى، في ترتيب في ترتيب. لا ما انا عارف ترتيب. استني انا عارف دي. ايوه لا ما هو دي لازم اللي فاتحينه الاول. لا والله لا، لا هتلاقيها من تحت ومن فوق في الاخر ما فيها هوا. لا لا مش هيبقى فيها هوا، بالعكس ده هي كده بتتكتم اكتر. انت كمان مقطع الفويل صغير في النص كده ما كفاش. طب ممكن احط وش ورقه فويل على الوش تاني؟ وطبعا يا ريت مش انا هعمل كده. يا ريت دايما تحطوها لو سمحتوا، بحب قوي الناس اللي ما بتعرفش. بصي عشان تقطعي الحاجه تبقى زي المسطره تعمليه كده. ها شايفه فين المسطره؟ مسطره اهي معوجه. بقول لك ايه معوجه والله. اهو بص اهو معوجه اهو. لا بس مش دي اللي عاملاها، في فرق. نحطها في الفرن. خلينا بقى نتكلم في حاجه مفيده. طبعا نحطها في الفرن. انا بقول كده بهبل يعني ولا ايه؟ لا اصل يعني الفويل مش هيتاكل اصلا في مش مهم، يبقى المنظر برضه حلو. ليه ما نبقاش منظمين؟ شريف جميل والله قوي. هنحطها في الفرن، هنولع الفرن. اول حاجه لازم يكون الفرن سخن، وبعد كده هنحطها في الفرن هتقعد ساعه ونص على درجه حراره 240 بس كده. هتلاقوا بقى هي نزلت ميه كتير في الاخر، ما تفتحوش عليها خالص، احنا عاملين كل العمال دي وقافلينها عشان تبقى بتستوي على البخار بتاعها. ما ينفعش نفتح عليها الورق خالص غير لما تستوي تعدي ساعه ونص. شايفه؟ ما تقلقوش مش هتتحرق ولا حاجه. بصي انت هنا شايفه الفرق؟ انا اصلا البكره بتاعتي في البيت بيبقى ليها السكينه بتاعتها دي، فهي كده ربنا خلق لك عصب تروحي عامله كده. مش راجل العصب دي عند الستات والرجاله. لا معلش وبعدين دي ست ب 100 راجل. لا انا 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 هتدخلها الفرن قد ايه يا حاجه؟ هتقعد قلت ساعه ونص. ساعه ونص على درجه حراره 240 شرط يكون الفرن سخن قبلها. هنعمل زلابية؟ هنعمل بقى الزلابية. لقمة القاضي دي؟ ايوه لوكومادس عومات عويمات ولقمة القاضي. لا ايه عويمات دي؟ اسمها كده لقمة القاضي. ليها كل الاسامي دي، زلابية ولقمة القاضي ماشي. قولي لوكومادس. بيقول لي عشان يضحك، يقول لي قوليها عشان يضحك. ونرجع لكم مع لوكومادس، خليكم معانا لو سمحتوا. اهلا وسهلا. هنعمل دلوقتي صنف حلويات من اكتر الحاجات اللي بحبها وليا ذكريات معانا. انا دايما كنت احب اكله في اسكندريه وانا بتمشى على البحر كده ساعه العصريه، الزلابيا لوكومادس. اهلا اهلا. سمعتي دي بتعملي احلى زلابيا في الدنيا؟ اه قولي لي مقاديرها. ماشي بصي انا هعطيها لك النهارده اهي. شكلها امور قوي قوي قوي. يلا اول حاجه 2 كوبايات دقيق، ثمر البطاطس مسلوقه، معلقه كبيره خميره فوريه، ورشة سكر، ورشة ملح، وفانيليا، وحبهان مطحون ده حسب الرغبة لو انتم بتحبوا طعم الحبهان، معلقة كبيرة سكر بودرة، ومية دافية للعجن، وللقلي زيت غزير، للشربات بقى كوبايتين سكر، وكوباية مية، وعصير نص ليمونة، ورشة فانيليا. اوكي، ذاتس نايس. يلا. أول حاجة هعملها هحط الشربات عشان لازم تكون حاجة فيهم سخنة وحاجة باردة، يعني لو الزلابية والمفروض إن الزلابية تكون سخنة الشربات يكون بارد. واقلبوش؟ احنا هنعمل لا ما يتقلبش والله. لا خالص سكر. هيسكر قد ايه السكر نسبته للميه؟ نص الميه. السكر ضعف الميه. ضعف الميه يعني لو يعني كوبايتين سكر كوبايه ميه، لان شرباتها تقيل، شربات الزلابيا بيبقى شربات تقيل. اوكي وهنسيبه يغلي على النار، والمفروض ان احنا ما نقلبوش خالص خالص لحد ما يغلي. اول ما يغلي هنحط عليه عصره ليمون. ماشي نسيبه يغلي بقى. اه هنسيبه يغلي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنا بقى هنعمل عجين. هحط هنا الدقيق، واحط رشه سكر بودره، يعني معلقه كبيره سكر بودره. جوني جوني. واحط خمير. ده خلاص؟ لا خلاص ماشي ده. واحط الخميره. ايوه
واحط البطاطس المسلوقه. بطاطس مسلوقه دي اهم حاجه. اه بتخلي قوامها حلو جدا من جوه، بتبقى مش ما فيهاش فراغات، وبتبقى قوامها تقيل وحلو. احط البطاطس خلاص ده، وهحط بقى رشه فانيليا ورشه حبهان. لو ما بتحبوش الحبهان اه بيبقى حلوه جدا فانيليا وحبهان. قلت لكم بتعملها حلو صدقتوني. وهنخلي الفانيليا الباقيه للشربات، هي وعصير الليمون اهم. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط بقى دلوقتي ميه، وانا هقول لك بس، ونضرب بالهاند بلندر عشان انا محتاجه ان البطاطس تتهرس تماما. ممكن انا اشيل دول؟ لا انت حطي الميه. طيب احط الميه. الميه احنا هنعرفها بالنظر، اول ما قوامها يظبط هقول لكم. هنحط دلوقتي ونضرب. المضرب بيسهل علينا في عجن العجينه، وكمان بيخلي البطاطس تتهرس. انا مش عايزه البطاطس يكون ليها اي ملامح. هنحط كده ميه تاني. وطبعا لو ميه دافيه يكون افضل. ليه؟ عشان الخميره تشتغل. ماشي. رشه السكر كمان بتخلي لونها ذهبي وحلوه. ممكن كمان لو انتوا بتحبوها مقرمشه قوي قوي هنحط عليها معلقه كبيره نشا، بس انا يعني في القلي بعمل فيها حاجه بتخليها تبقى مقرمشه جدا، ومهما قعدت شكلها ما بيتغيرش. تعملي ايه؟ بنقليها على مرتين. يعني بقى ليها نص قليه، يا دوبك بس قوامها يتشكل في الزيت وتاخد شكل الزلابيه، بعد كده نطلعها تاخد شويه هواء، يعني ممكن 5 دقائق لحد ما تبدا تبرد، بعد كده نروح محمرينها مره ثانيه. بتبقى بقى من بره مقرمشه ومن جوه طريه جدا. هقعد اقلب كده لغايه ما يحصل ايه؟ لغايه ما تبقى عجينه خلاص، ما بقاش في ملامح للدقيق ولا البطاطس ولا اي حاجه، بتتقل شويه. ثانيه واحده. ما يبقاش فيها اي كلاكيع. خلوا بالكم حجمها بيتضاعف بعد ما بتتعجن، بعد ما بتخمر وبتزيد. بتعمل كمية كبيرة جدا، يعني المقدار ده بيعمل كمية قد اللي احنا عاملينها دي ممكن 3-4 مرات. طيب انت دلوقتي هنسيبها ترتاح خلاص. اه المفروض ان احنا نغطيها وهنسيبها لحد ما تخمر ويبقى شكلها زي دي. اوكي تمام. بعد كده؟ بعد كده هروح لابسين جوانتي كده، وهنروح جايين جنب النار، وهشكل بقى بايدي. لو عندكم معلقه مدوره اللي هي بتاعه المعيار دي، المعلقه المعياريه هتسهل علينا جدا. معلقه ايس كريم؟ لا هتبقى كبيره قوي. والله؟ فانا هاخد منها كده الاول، هنقلبها تقليبه كده عشان نطلع منها الخميره ما تبقاش فاضيه. اه لا مش لا اول قليه لازم الزيت يكون دافي بس، اول قليه. تاني قليه بعد ما نطلعها وندخلها القليه الثانيه لازم يكون سخن جدا عشان ما تشربش زيت كتير. هشكلها كده، محتاج يسخن كمان دقيقه. هو بيبقبق. هنبل المعلقه كده في الزيت عشان ما تلزقش مني وانا بزحلقها. هي بتطلع لفوق صح؟ اه المفروض تطلع. هتبقى مدوره ولا بيضاويه؟ هتبقى المفروض مدوره، بس المعلقه بتساعدنا في التشكيل ده، وكمان الحاجه اللي احنا بنحمر فيها، فيعني كل ما هتبقى الحاجه غويطه جدا وارتفاعها عالي هتسهل علينا في الشكل. يعني لو حاجه مثلا زي اللي احنا عاملين فيها الشربات دي او حله صغيره هتبقى حلوه قوي برده. كبيره هتبقى كبيره قوي. ايه المشكله؟ وريني كده. طب لازم تبل الزيت. ايوه ايدك كبيره كبيره، ده هتبقى كحكايه مش زلابيائي. نضفيها من تحت بس عشان هي. اوكي لا بس كفايه، ارجوك ارجوك كفايه. لا 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 هتبقى حلوه جدا. لا يا شريف كبيره جدا والله. كبيره قوي ضخمه. ده هتبقى احلى حاجه. لا 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 هنبل المعلقه بين كل واحده والتانيه. بصوا هو بقى كل ما الزيت بيبقى غويط بتتشكل بسرعه جدا. الزلابيتي دي هتبقى احلى واحده. ماشي حلوه بس كبيره جدا، ما هي نفس العجينه. طب بس احنا المفروض بقى امتى نطلعها ونسيبها شويه؟ اول ما تبدا تمسك نفسها ونلاقيها ما فيهاش حاجه طريه، هنطلعها على ورق على يعني طبق فيه مناديل مطبخ. وبعد كده هنسيبها لحد ما تهدى 5 دقايق، بعد كده نروح مرجعينها بقى في زيت سخن جدا. يعني احنا بصوا حطيناها هنا في زيت فاتر شويه او دافي. تاني مره بقى بعد ما نسيبها تبرد لازم الزيت يكون بيغلي عشان ما تشربش زيت منكم. وبعد كده تطلع بقى على الشربات او ممكن سكر بودره. اه اللي احنا بنعمله. مين بقى يبقى سخن فيهم؟ الزلابيا سخنه والشربات. الشربات بارد وتقيل عشان كده مقدار السكر ده في مقدار الميه. طب هنا الشربات ده غيري نحط عليه ليمون؟ هنحط عليه عصره الليمون اول ما يغلي كده عشان ما يسكرش، بس كفايه كده. اوكي. والفانيليا قبل ما نطفي عليه على طول. احكي لنا عملتي ايه النهارده؟ عملنا النهارده ورقه لحمه، وعملنا زلابيه بطريقه حلوه جدا، وسلطه سلطه خضراء مع الورقه، ورز بشعريه،
ومهلبيه قمر الدين وعصير دوم وسفره كامله كده عشان الناس كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ميرسي يا ميره، اشكرك. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 14 شارع الشريف. نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، رمضان كريم.